الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الله جل وعلا حرم شهر محرم الحرام من خلق الأرض والسماء، ويا للأسف الشديد يعتقد بعض الناس أن هذا الشهر شهر نحس وشؤم، رغم أن الله تبارك وتعالى عظمه ووقره وجعله من أشهر الحرم. يعتقد بعض الناس أن عقد الزواج وحفلة الزفاف لا يجوز في هذا الشهر، فاعلموا يا عباد الله أن هذا الاعتقاد باطل في ضوء الشريعة المحجلة البيضاء، وليس لها أساس في الدين، وليس لها أصل في الشريعة، ولا مانع من عقد الزواج وحفل الزفاف، وحكمه كحكم سائر الشهور، لأن الأيام والشهور كلها لله. وقد ورد في الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. هذا القول أن هذا الشهر شهر شؤم ونحس كأن سب الدهر، والذي يسب الدهر فكأنما يسب الله جل وعلا كما نستشف من هذا الحديث. وثانيا، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة يوم العاشوراء، كما كتب وحرر محمد بن حسن الديار بكري رحمه الله في كتابه تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس. وكذلك تزوج علي رضي الله تعالى عنه بفاطمة رضي الله تعالى عنها في محرم الحرام، كما كتب المؤرخ العلامة ابن العساكر رحمه الله في مصنفه الشهير تاريخ مدينة دمشق. حري بنا أن نعلم مثل هذه الاعتقادات الباطلة والفاسدة، ونجتنب من هذه الاعتقادات، فنسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا لفهم الدين، وأن يوفقنا لأعمال الصالحة.